تخللت حياة الملك الحسن الثاني العديد من الطرائف والأحداث التي ظلت راسخة في أذهان الكثيرين من المغاربة والأجانب على السواء، فقد كانت تربط الملك الراحل علاقة خاصة بالمقربين والمحيطين به وبحاشيته، مهما كانت الحاجة بسيطة فإنه يوليها أهمية كبرى ويقيم الأرض ويقعدها، حتى قال عنه عبد الهادي أبو طالب مستشاره ووزيره لعدة مرات وأستاذه في المعهد المولوي أن طباع الملك تختلف كثيرا. فقال: الملك الحسن الثاني كان رجل الوسط، كان لينا حين يريد وحازما قويا حين يقرر، لا يتساهل في أن يحيط ليلاحظ على أحد من مواطنيه الذين يعفون باسمه، يعني رعاية جلالة الملك، إخلالهم بواجبات التوقير والاحترام لشخصه، لم يكن يقبل ذلك ولا يلتمس لأي أحد العذر في ذلك. حلقة اليوم قصة طريفة عن بلغة الحسن الثاني التي أثارت جنون غضبه. ما قصتها؟ ولماذا غضب الحسن الثاني عن بلغته؟ ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى التاريخي. ومن بين الأحداث والطرائف التي ظل المغاربة يتداولونها قصة بلغة الملك. ففي عام 1992 وبعد انتهائه من أداء الصلاة، وعندما كان يهم بالخروج من المسجد لإلقاء التحية على أبناء الشعب المغربي الذين كانوا ينتظرونه، فطن الملك الراحل إلى ضياع بلغته، وهو الشيء الذي لم يقبله ولم يستسغه أبدا. كان الوفد يعرف حينها الحدة والصرامة التي يتميز بها الملك الحسن الثاني في مثل هذه المواقف، فهو لا يتساهل في هذه الأمور ويعتبرها إخلالا بالواجب رغم بساطتها وقيمتها الصغيرة. لذلك فقد كان الكل خائفا من عقابه وغضبه، خاصة وأن الأمر يتعلق ببلغته الشخصية، فتدخل حارسه الشخصي موجها سؤاله لبعض أفراد الحرس: كيفاش تضيع بلغة سيدنا؟ وحسب بعض الروايات التي حكيت عن الواقعة، فقد كان الملك غاضبا جدا في ذلك اليوم، ليقرر آنذاك معاقبة كل من وزير الداخلية إدريس البصري ومدير الأمن الخاص، فطلب منهما نزع بلغتيهما والعودة إلى مكان إقامتيهما حافيي القدمين، ثم ركب سيارته الخاصة وتوجه نحو القصر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.